يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح أن المجاهر بالمعصية لا غيبة له؟ ما أعرف هذا. الغيبة لا تجوز، الغيبة لا تجوز مطلقة، إلا إذا كان هذا من باب رفع للمسؤولين، رفع للمسؤولين لأجل أن يأخذوا على يده فلا بأس بذلك، لأن المصلحة أرجح. أما مجرد غيبة كلام في المجالس أو عند الناس فهذا لا يجوز. نعم.